السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المرة الماضية تحدثنا عن ال DHCP سيرفر اللي هو Dynamic Host Configuration Protocol، بوفر كل المعلومات اللي بتلزم الجهاز عندنا في الشبكة. فأنت مش بحاجة انك تدخل، يعني تخيل لو عندك 500 جهاز، كل جهاز يعني بدك تيجي تعمل له Configuration للعنوان تبعه على الشبكة، فبصير بدك يعني مجموعة من الأشخاص عشان كل واحد يشرف على هذا المشروع اللي هو توزيع الـ IP addresses على الشبكة. لكن بما أنه عندك أنت DHCP server، فهو راح يوزع الـ IP، راح يوزع الـ DNS، راح يوزع الـ NTP Network Time Protocol. فبدنا ننتقل للسيرفيس الثانية اللي هي الدي ان اس. زمان كان ما فيش عندك غير دي ان اس فوروردر، الان في عندك دي ان اس ريزولفر، يعني دي ان اس سيرفر. يعني الدي ان اس لكن هو تايني دي ان اس يعني سيرفر، ما في عندك اشياء كثير، هو انيبلد باي ديفولت اصلا، وبيعمل كاشينج، وبيشتغل على البورد 53، نتورك انترفيسز اول كلهم شغال عليهم. طبعا هاي ايش بتوفر؟ دي ان اس سيك، هاي بتوفر الدي ان اس بعد ما انت تعمل ريزولفينج، بتبعث للروت دي ان اس روت تبع الانترنت وبتقول له هل هذول متوافقات ولا مش متوافقات. طبعا متوافقات بيقول لك اوكي، مش متوافقات بحكي لك بترفضهم، تعملهم دروب. دي ان اس سكيوري يعني فوروردينج للدي ان اس، يعني لو اجاك طلب تقدر تعمله فوروردنج، تقدر تعمل انيبل او ديسيبل. ريجستر دي اتش تي بي سيرفيس، يعني هسه كل جهاز له اسم هوست نيم. يعني لو اجينا هون على سيستم لوج دي اتش تي بي ليسز، خلينا نشوف هون، نلاحظ انه الويندوز اكس بي له ليسز، يعني له اجرة اجار، يعني زي كأنه مستأجر عندنا. فهي ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 بي سي 2 ماخذ 100 على الشبكة. الان يعني تسمح له، يعني احنا قبل شوي دخلنا عن طريق بي اف سنس، كتبنا بي اف سنس وكبسنا انتر مباشر دخل على الادمن بيج. كمان بدك اياه يتصل مع الويندوز اكس بي، يعني اعمل بينج ويندوز اكس بي بي سي 2 مباشره يعمل بينج. هاي هي بتعني لك الدي اس سي بي ريجستريشن. ستاتيك دي ان اس، الان ستاتيك دي اس سي بي، اذا اجينا هون وعملنا بلس، طبعا اجيت حكيت له بدي الاي بي ادرس 192.168.56.151، ليش؟ لانه احنا عندنا من 100 ل 150، ف يعني لازم يكون خارج outside the pool of IP addresses. description بتقدر تحطه، بتقدر تحط الـ DHCP server، DNS server، default gateway، الأشياء الثانية، الـ NTP server by default أصلاً هو الـ NTP server. بعدين بتحكي له أوكي سيف، بتحول عندك لإيش؟ لستاتيك DNS. هاي شايف نزل عندك، صار static mapping for the interface. بعد ما تعمل static mapping بتقدر تفعل هاد، فبصير يقدر أي حدا بالشبكة يتصل فيه عن طريق الاسم الـ host name، يعني بصير يضغط عليه، بس مجرد ما يعني يكتب هذا الاسم فبيكون قادر على الاتصال مع الويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 او بي سي 2 بغض النظر. واخر شيء بنحكي له سيف، طبعا احنا ما غيرنا شيء نهائيا، فحتى لو كبسنا سيف ما راح يصير شيء. في عندك ادفانس سيتنج، طبعا ادفانس سيتنج يعني مش راح تحتاجها فعليا، ليش؟ لانه اغلبنا او معظم الشركات اللي انت بتعمل فيها راح مش راح يكون فيها دي اتش سي بي دي ان اس سيرفر، قدرا دي ان اس سيرفر الكبير يعني،
لانه ما يعني احنا غريبة انه احنا ما حدا او شركات، اغلب الشركات ما بتهتم بالديانس سيرفرز. الاكسس ليست، الاكسس ليست هون هي اللي بتحدد مين يتصل مع الشبكة ومين ما يتصل، يعني مين اوفر له الخدمة، او اذا بتحب توفر خدمة لناس معينين هون بتضيف الهاي. الخدمة الثانية اللي هي الان تي بي نتورك تايم بروتوكول. طبعا بالنسبة للنتورك تايم بروتوكول بدك تحدد، هو بيكون شغال باي ديفولت، طبعا انت بتحدد ايش يكون شغال وين. طبعا علشان تختار اكثر من انترفيس فلازم تضغط على الكنترول كي، تضغط كنترول تضغط اكثر من انترفيس. هاي هم بالوضع الطبيعي البي اف سنس بوفروا لك واحد زيرو واحد واثنين وثلاث كمان، يعني هذول الان تي بي سيرفر. طبعا بول الان تي بي دوت اورج يعني كمان منظمة اخرى رائعة عشان توفر لنا الان تي بي سيرفر، ان تي بي سيرفيس. ليش؟ لانه يعني الوقت مهم بالنسبة لنا كثير. الان نحكي عن الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر موضوع معقد كثير، لكن انت بتقدر تقرأ عنه، او الاورفان مود. يعني انا بديش يعني اتوهكوا فيه، لكن تخيل انه في عندك بهالعالم ساعة دقيقة، وساعة يعني ادق منها، يعني زي ما تحكي واحد يعني بيقدر ينجز هذا الشغل، واحد بيقدر ينجزه لكن بكفاءة اعلى، واحد بكفاءة اعلى، وهكذا. الان في عندك ساعات دقيقة جدا 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 جدا، لدرجة انه نسبة الخطأ تبعها يحسب بالمليار من الثانية. فهدول احنا بنعمل معهم سينكرونايزيشن، مزامنة. ليش؟ لانه هدول يعني زي ما تحكي زي كانهم بغلطوش يعني، او غلطهم لا يذكر، فانت بتزامن معهم. الان هم اذا كنت انت اتوميك كلوك فانت صفر. بالوضع الطبيعي طبعا البي اف سنس هو عبارة عن 12، يعني ال انا يعني بحكي لك انه اذا انت كنت شغال في شركة وكذا حطها 8. ليش؟ لانه يعني غالبا كل الاتوميك كلوكس والاشياء هاي بتكون 4 فما دون، يعني هاي التعبانة 4، فانت 8 يعني بالسيف سايد، وما بدك تكون عالي كثير. ليش؟ لانه ممكن يكون في عندك جهاز الانتي بي، طبعا التاكس تبعت الانتي بي خاصة باللوجينج والاشياء هاي. ليش؟ لانه السيس لوجينج اذا تغير عندك الوقت تبعه، يعني تخيل عندك في سيرفر بتوفر له وقت، غيرت التايم تبعه فبصير يعمل اشياء غلط. يعني مثلا ممكن يعمل باك اب للداتابيس قبل بساعات، او يلغي الداتابيس ريبليكيشن، او يعني كل هاي ما هي بتكون مربوطة مع زمن معين. فموضوع الان تي بي حساس، و يعني في عندك الاكسس ريستريكشن، لكن انت يعني غالبا هاي الاشياء ما مش يعني يعني بطل زي اول. زمان كانت كثير يتعرض لهجومات كثير، لكن حاليا لا، ما يعني ما فيش في لها خطر تقريبا ان شاء الله. يعني هيك بس انت بضل عندك شغلة اخيرة انك ترجع على دي اتش سي بي سيرفر. بما انه صار عندك دي اتش سي بي سيرفر تعمل ابلاي كونفيجريشن. ليش؟ لانه احنا حطينا ستاتيك مابينج، ولا تنسى تضيف الدي ان اس سيرفر اللي هو انت، والجيتوي اللي هو انت كمان، وفي عندك الان تي بي سيرفر كمان انت. انت اللي بتوفر الوقت، انت بتوفر خدمة الاسماء والارقام للدي ان اس سيرفر، وانت بتوفر اتصال بالانترنت، وانت بتوفر دي اس سي بي سيرفيس عن طريق الـ IP addresses، وبتضغط save. و يعني إذا واجهت مشكلة ممكن تعمل restart
بس لكن يعني دي اس بي يعني هم يعني معالجين معظم المشاكل. يعني هاي فريق البي اف سنس يعني تعبان على هاي المواضيع، فهو بيعالج اي مشكلة بتظهر. يعني الله يعطيهم العافية. ريستارت دي اس بي سيرفر، دي اس بي سيرفيس اذا حبيت يعني تعملها ستوب ريستارت وكذا، وهيك بيكون انت عملت كونفيجريشن لمعظم ال يعني الاشياء الموجودة عندك على الشبكة. شاكر لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.